قوله الخليل هذا مرة في بيان مراتب المحبة، وقسمنا الخلة إلى قسمين: خلة شرعية غيبية لا يعلمها إلا الله، وهي التي كانت بينه عز وجل وبين إبراهيم عليه السلام، وخلته كذلك التي كانت بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث: لقد اتخذني ربي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلا نقول إن الخلة التي كانت بين محمد وبين ربه هي أن تتخلل المحبة مسام القلب. ولهذا قلت في تلكم المنظومة: وخلة غيبية لا تدرك، عن فهمها ابحثوا وكيف هتركوا. نبحث عن فهم الخلة التي كانت بين الله ورسوله، ولكن لا نبحث عن الكيفية، لأنها كباقي الصفات المتعلقة بالله عز وجل، نقول خلة كما تليق به عز وجل. وأما النوع الثاني وهو أن تتخلل المحبة مسام القلب، كما قلت في المنظومة: إن الخليل في كلام من خلا حب مسام قلبه تخلل.